تابعين لهذه السلالات، سلالات الأصالة والناموس والتحدي. نسير مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات. حشيمة حشيمة يا حشيمة، سالم بسعيد بن كاسم المسافري تتصدر مجموعة هذا الشوط. بعد مشاهدينا متابعينا الكرام الانطلاق، بينما المركز الثاني عزايم عتيج بن محمد بن زيتون المهيري يقدم عزايم على المركز الثاني. الشاهينية في المركز الثالث، ياتي ظفر بن محمد ظافر بن حمد بن مصلح الحبابي، ظافر بن حمد بن مصلح الحبابي يتقدم على المركز الثالث مع الشاهينية. المركز الرابع، شوف الدخول من قبل نصايح تتقدم في هذه اللحظات. نصايح على المركز الرابع في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. حمد بن بيات بن حمد الرميثي يقدم نصايح في هذا الاندفاع، بينما المركز الرابع في او الخامس، الخامس تتقدم في راهيه، راهيه محمد بن سعيد بن هويمل العامري يقدم راهيه على خامس المراكز. السادسه في المركز السادس، هذه وصايف لراشد بن محمد بن عبيد المسافري، بينما هناك من الجانب الآخر يتقدم مشاهدينا متابعين الكرام شعار بن دري مع العنود سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. المركز الثامن وصلت فيه، وصلت فيه سلام لغانم بن محمد بن حوير بالمنصوري يتقدم على ثامن المراكز. المركز التاسع 34، هذه شديدة لمحمد بن علي بن حميدي المنصوري. والمركز العاشر وصلت في عاشر المراكز وعد، والوعد كالرعد سالم بن بخيت بن نوبي العامري. هذه العشر المراكز المتقدمة في مسار هذا الشوط وفي انطلاقاته وتحدياته الجميلة. عودة مرة ثانية بعد إكمال النداء الأول للعشرة المراكز الأولى، عودة إلى التنافس، عودة إلى تبادل المراكز، عودة إلى الأثارة، عودة إلى التكتيك ومتابعة المضمرين في هذه المسافة. نسير إلى المركز الأول، وهذه حشيمة في مكان الحشمة مسيطرة على مقدمة الشوط من البداية من الستارت حتى هذه اللحظات، وعرضها تلقائي بدون أوامر أو تكليف أو إعطاء أوامر من مضمرها. هي تقود مسار هذا الشوط والمنافسة لها والمرافقة لها، ولكن منافسة قوية من عزايم، عزايم وحشيمة. حشيمة مالكها سالم سعيد بن كاسب المسافري، وعزايم عتيج بن محمد بن زيتون المهيري شعار المجازف الحاضر. وتتقدم في هذه اللحظات الشاهينية، ظافر بن حمد بن مصلح الأحبابي يتقدم بالجمهور على المركز الثالث في هذه اللحظات. أما المركز الرابع، هذه قدوم من قبل نصايح بقول حمد بن بيات بن حمد الرميثي تتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس، أشوف التحرك تقدمت في هذه اللحظات ووصلت شديدة محمد بن علي بن حميدي المنصوري. أتى بن هويمل كذلك قدم راهية، تحرك محمد بن سعيد بن هو على المركز السادس. المركز السابع، شوف أسماء تدخلت، أسماء جديدة، هذه انذار، ديروا بالكم الانذار، الانذار الانذار، جرس الانذار بدأ. سلطان بن حميد بن سيف بن بدر العليلي شغل جرس الانذار وتدخل في آخر الأمتار. وصلت في هذه اللحظات سلام لغانم بن محمد بن حويرب المنصوري، وهناك ايضا دخول في هذه اللحظات تقريبا شعار بالسعودي الزرعي يتدخل من الجانب الاخر، وايضا تقدم الشاهينيه علي بن خليفه بن رشيد السويدي، ولكن هنا ظن ايضا سعيد بن علي بن سعودي الزرعي. ولكن عوده 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 الى المراكز الاولى، خلاص الكيلو المتر الاخير، المجال
عازف يبي يصبح بهف من المروم. يا سلام من الصباح اليوم ما شاء الله، دائما 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 هذا الشعار وهذا الموقع المرموق للمجازف. يا سلام يا سلام، هذه عزايم عتيد بن محمد بن زيتون المهيم عزمه على الناموس، ولكن نصايح قادمه حمد بن بيات بن حمد الرميثي. الرميثي كذلك اهالي السمحه السمحه. يا سلام يا سلام، شوف 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 شباب السلطنه كذلك كذلك واصل بالسعود الزرعي مع ظن ظان فيها، ظان فيها بالخير، ظان فيها بالناموس، ظان فيها هناك الى اهالي الى اهالي جنوب الشرقيه في السلطنه كذلك يقدم لاهالي الكامل واهالي جعلان واهالي، ولكن خلاص المجازف المجازف واهالي منازف ما يطيعون ما يطيعون. السلامات دائما عندهم دائما. هذه عزايم، هذه عزايم عزمت خلاص على انتزاع الناموس، عزمت على المركز الاول. تهانينا تهانينا والناموس عتيج بن محمد بن زيتون المهيري على فوز عزايم ورقصها وادها الجميل. انفردت انفردت خلاص، وصلت الى خط النهايه، قربت وصلت الساحه الخضراء من امام الجمهور. صفقولها صفقولها يا جمهور اللي في المنصه، تستاهل تستاهل الفوز وناموس. تهانينا عتيج بن محمد بن زيتون المهيري. المركز الثاني مشاهدي الاعزاء لسعيد بن علي بالسعودي الزرعي، والمركز الثالث المركز الثالث وصلت فيه اللي هي الدار للسلطان بن حميد بن بدر العليلي، والمركز الرابع اللي هي نصايح لحمد بن بيات الرميثي، والخامسة أيضا الشاهينية لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي. شكرا للجميع زملائي في عربة النقل لأبعة الأرقام والخمس المراكز في حالة وصولها. عودي إلى التوقيت الزمني، وهذه عزايم توقيتها الزمني 7 دقائق. سبع دقائق وتسعة وثلاثين ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لعتيج بن محمد بن زيتون المهيري، بينما المركز الثاني يا أبو عدنان كذلك نشوف المركز الثاني. هذه على شاشة التلفزيون المركز الثاني اللي وصلت فيه مشاهدي الأعزاء اللي هي ظن، وقطعت المسافة ظن في 7 دقائق و41 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكها اللي هو سعيد بن علي بالسعودي الزرعي، بينما المركز الثالث ثالث المراكز. هذه لحظات وصول. أشوف هذه نصايح، هذه نصايح نعم زعناها قبل ذلك. حمد بن بيات الرميثي توقيتها الزمني 4 دقائق 44 ثانية وأربع أجزاء، يعني 7 3/4 رقمها جيد وممتاز في التوقيت. تهانينا للجميع. التواصل مستمر.